معكم داخل مصنع الاسمنت وداخل مرمى النار وداخل المحور، وقاعدين معاكم من داخل قلب الحدث. أول كما أنتم تشاهدوا مصنع الاسمنت، والحمد لله رب العالمين. شباب القوات المسلحة قاعدين معنا، رب يحفظهم، ونتمنى الأمن والسلامة للكل، ورب يبعد الألغام عن كل شبابنا. طبعا أنتم عارفين أعداء النار أسلوبهم ضعيف، أسلوبهم أصلا جبان. طبعا مشاهدينا الكرام، أنا نحب نطمن موظفين مصنع الاسمنت ومواطنين مدينة بنغازي أن مصنع الاسمنت الحمد لله يعني تعتبر الأضرار فيه ضعيفة. يا ريت جمال ها هو مصنع الاسمنت كما احنا نشاهد مشاهدينا الكرام. هذا المصنع تعتبر الأضرار فيه يعني أنا أتمنى أن تكون أضرار ضعيفة، عبارة عن حاجات في المبنى بس ما تكونش وصلت للمعدات والأجهزة اللي فوق. نتمنى بس أن تكون السلامة للكل، وأنا نحب نندد لكل شبابنا القوات المسلحة وكل شبابنا اللي يخشوا للمحاور أو أي حد يخش، الله ركز بس في الألغام، لأن هذا أسلوبهم الضعيف جدا، زرع الألغام في أي مكان. فنتمنى السلامة بداية لكل من هو معنا اليوم، ونتمنى السلامة لأخويا جمال الفارسي. وهذا هو مصنع الاسمنت. فرحتنا اليوم يعني شو أقول لكم، مش عارف مهما نوصف لكم صعب. أخونا مصنع الاسمنت اللي كنا نتمنى احنا نطقوا فيه، واليوم وصلنا له بفضل عند الله عز وجل وبفضل رجال القوات المسلحة، الأبطال الأشاوس، رجال التريس كيف ما احنا نقوله. هذا هو مصنع الاسمنت، هذا هم شبابنا، وهذه هي بنغازي. والله بنغازي لن تموت، بنغازي مستحيل تموت. تمرة صحيح وتكسر بس ما تموتش، مصيرها مش جبرة، مصيرها صحة. أكيد فرحة الشباب اليوم ما شاء الله عليهم. حييك سيدي، لك التحية. أكيد وجه تحية لكل من يعشق مدينة بنغازي، من يعشق الحياة داخل مدينة بنغازي. هذا هو مصنع الاسمنت وفندي صلاح، والحمد لله رب العالمين، ربي وصلنا فيه وبسلامة شبابنا وبطولة رجالنا الأشاوس، رجال القوات المسلحة. وكما احنا قلنا لكم بنغازي خط حمر، الجيش الليبي خط حمر، مستحيل 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 يمتحى تاريخ بنغازي بفضل رجالها الأشاوس بفضل الله عز وجل. أولا وين قاعد؟ أوان الحين نبحت فوق، أنا قاعد الصوت واصل لي وما الحقش فيك، أصلا كان فوق. لا حتى احنا الحمد لله مطمنين بيك يا مراه. الله أكبر. سمعنا مشاهدينا الكرام هالكلمة الطيبة، مدام في جيش ليبي معناها ليبيا في خير وبنغازي في خير أكيد، لأن فيها رجال وفيها تريس يعني لو زنام بذهب الدنيا كلها مش حنكفوهم حقهم. الله أكبر عليك يا شباب. حرمناها في كامل، الله أكبر. أمورك أمورك طيبة؟ الحمد لله. شنو أمورك؟ أنا قداش؟ والله فرحة. فرحانين بالتحرير. سالم والله نقول الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الشعب الليبي كله هذا فرح فرح. عجبتني الكلمه اللي قلتها وانا جاي توا، شو الكلمه اللي قلتها؟ قلت ما دام الجيش قاعد والبلاد هذه بخير وامان والمواطن الليبي يمشي وهو رافع راسه فوق. الحمد لله ربي يدومكم يا رب. يدوم عزك. والله الله اكبر ولله الحمد. نزل الله منزل رجال وشهداء باذن الله. هذا مصنع ومازال نمشي لقدام لما نحرر ان شاء الله بنغازي بالكامل باذن الله. اليوم فرحه الجيش
بهالمغازي كلها تفرح. والله وقفه قاعدين في وسط المصنع، والله وقفه ولله. اللي بيسمنتو يجينا تو، اللي يبني يجي على السريع تو، ينزل حق السمنتو ان شاء الله. الله اكبر الله اكبر. حمزه صالح حسن سريع دبابات مقاتله، نحيي امهات الشهداء. والله اكبر الله، هنيه الشهداء. الله اكبر الله اكبر. هذوما ابطال الجيش الليبي، ان شاء الله متقدمين نحو قوارش ان شاء الله، وعند سرد باذن الله ان شاء الله. عمك جمال الفاسي سايبني نجمع الجمال، يشرب لي فراو اخوه جمال. باهي تمام، اكيد ربي يعطيك تبارك الله وفيك. مالي معنا فوق، وين اللي فوق؟ اوه ما شاء الله عليك. في ميكانات، ميكانات البوابات ونيبش لما نخشوا ينفجرن فينا. نعم اكيد الحمد لله. تحيه كده نوجهها لكل شباب الهندسه العسكريه اللي في الميدان. الناس الهندسه العسكريه اللي في الميدان هم اللي يفكرون. تحيه ما شاء الله. الحمد لله بفضل رجالنا، هذا هو جيشنا كله، جيش وصاعقه وهندسه عسكريه كلهم. هذه فرحة الشهداء لما يلقوها تحرت. الحمد لله. الشهداء لما يلقوها تحرت هذه فرحتهم. الله اكبر. اكيد ما ننسوش ان لولا الشهيد ولولا رجال الجيش ما كانش اليوم وصلنا لهالنص. 2016 من ممر. تاعهم هم. هو بتاعنا وخذوه وتو ردينا منهم. ايوه مش بتاعهم هم. هم انا ما عندهم شيء. هم خذوه بالحرام. هم ما عندهم شيء عندنا. الحمد لله رزقنا رزقنا. يا وسام يا بن حميد. الله اكبر يا وسام. يا وسام وينك يا وسام؟ وينك يا وسام؟ وينك يا عظمه؟ وينك؟ اكيد كيف ما شاهدنا مشاهدينا الكرام ممكن اضرار يعني نوعا ما تبان ان هي تكون بسيطه لمصنع سمنتو، انه يعاود بفضل رجال الجيش الوطني بكل سريتهم، انه ان شاء الله حيعاود باسرع ما يكون. خلي مدار سميحي ووسام يشوف. خليه يشوف. شوف المصنع. بكلاش خذيناه بكلاش. بكلاش ناتنا مش مخازن واحد. لا بيكات ولا شيء، بكلاش نات خذيناه. الحمد لله. قول له مالي ولا الدبر يا دواعش، مالي ولا الدبر. هذا خزنات طبعا مشاهدينا الكرام. الدخال انتم تحين شايفون عفوا شايفينه هذا خزانات النار اللي لعن من حوالي يومين فاتا. لان الخزانات اللي لعن من اول امس تقريبا بتاعت المازوت، هذين خزانات المازوت هم بعد ما نحن قدمنا عليهم وعرفوا روحهم ان هم خاسرين ولعوا فيهن النار، عشان لما ينسحبوا نحن ما نحقوهمش، هربوا زي الجرذان من لاورا، ولعوا النار هنا وقعدوا يهربوا من لاورا. هيا كيف احنا نشادوا عليك عشان نسيت. افضل زي قدامك يا شمال. هذينا خزانات المازوت، وهذا خزانات المازوت اللي يقوم بتشغيل مصنع الاسمنتو. طبعا الحريق هذا لا حوالي تو يومين او ثلاث ايام. كيف ما انتم شايفين هذا اللي قدامكم هو يا جمال، هذا طبعا هو كلهن ساحن للاسف الشديد. هنا كان هنا خزانه، طبعا هنا حوالي كم خزان الساحه للاسف الشديد. نتمنى ان هذا المازوت اللي ولعوا فيه النار، وهذا كاي طبعا ورشه بتاع الضواغط، ورشه خاصه بقسم الضواغط الهنجر. ولعوا النار باش نحنا ما نحقهمش لما يديروا دخان يهربوا من لاورا يطلعوا يجاروا. يطلعوا يجاروا من هنا. كيف الكلاب؟ هذه هي الإدارة
وهذا الخام، هذا قسم الخام، وهذا وهذين خزانات السفنونات بتاعت المواد الخام. بما انك انت احد موظفين مصنع الاسمنت يعني واحد جاري الشاطري، كيف شايف الاضرار يعني الوصول اليوم كاول دخول لقناه الرسميه واول قناه اعلاميه تخش لي محور الهواري، كيف شايف الاضرار؟ هي واجده ولا المصنع بروحه؟ والله ان شاء الله يعني اكثريه الاضرار هي جت في مصنع بنغازي انا، فهمتني، وفي التعبيات الاثنين يعني. بقيت المصنع من جوا ان شاء الله نقولوا ما اضرار بسيطه، لكن الاضرار اللي هي يعني قوية شوية هي اللي في التعبية بنغازي وتعبية الهواري، هن اللي نضرن ضرر كبير يعني. هذه العيادة كاين يستعملوا فيها الكلاب وكاين يضربوا فينا من هنا، هذين الدنات بتاعتهم كاين يستخدموا في العيادة جوا، يضربوا فينا بالدنات من هنا، مركزين هنا هاون ويضربوا فينا من هنا. هذا الهواري عرفته، ما فيش اضرار. وري يا شمال ال البنات بتاعتهم، هذه العياده هم كانوا متمركزين داخل العياده شكلهم، لا يرقدوا جوا العياده، لكن هنا تمركز الهاون بتاعهم، كاين يضرب فينا من هنا الهاون بتاعهم. حتى مرقدهم قاعد جوا، مرقدهم قاعد، بطاطين مخدات خشوا من جوا ولا مخدات جوا، ما خايفين من الحرائق بس. تمام، خشيت انا جوا لكن عندك هذه طحون بلاسمان تاع الهواري، هذا الفرن الهواري الحمد لله ما فيش اضرار، وهذه كاين الخام تاع الهواري ما فيهاش اضرار ان شاء الله. يعني قسم الهواري ان شاء الله ما فيش اضرار الا الطريق هذه وحاجات بسيطه والتعبئه بس هي اللي مضره. ما فيش حد، حتى انتم لكم الفضل والشكر لكم، فضل الله، تفرحوا بالشعب الليبي وديما مع الشعب الليبي كل شيء اول باول، كل شيء في وقته. كيف ما شاهدوا مشاهدينا الكرام وشاهدنا الاجواء، شبابنا اللي جو ما شاء الله عليهم المرابطين بالداخل، شفنا اجواء فرحه شبابنا من رجال الجيش الوطني، تريس مدينه بنغازي وتريس ليبيا وتريس الجيش بالكامل. ربي يحفظ كل شيء. مع بعضنا كده حنكملوا جولتنا داخل مصنع السمنت وداخل منطقه الهواري بكاميرا ليبيا الرسميه، كاميرا الجيش والشرطه وكاميرا صوت مدينه بنغازي. وهذه هي ليبيا الرسميه، يلي يقول ليبيا الرسميه وين؟ ويقول ليبيا رسمية ما تنفعش، لأن كل ليبيا رسمية اليوم بدون تحيز الوحيدة اللي موجودة داخل محور الهواري وداخل مصنع الاسمنتو جوا. بارك علينا وعليكم النصر، وربي يعلي رايتنا اكثر يا رب ان شاء الله. الحمد لله، دم الشهداء يمشي شباب، هذه والله هذه كلمه ينقلوها، والله اكبر ولله الحمد، الحمد لله كل فضل من ربي، هذه الحمد لله كل حال، والله اكبر ولله الحمد، الحمد لله، الله اكبر ولله الحمد. تم دحرم طبعا، كان هذا ما من احسن رجال بنغازي ومن احسن المقاتلين، بس باذن الله باذن الله ما اتينا الى هنا ابى النار، ومن النصر الى النصر، الله اكبر ولله الحمد، الحمد لله، الله اكبر ولله الحمد. ربي يرحم شهدائنا يا ربي، يشفي يشفي جرحانا يا رب العالمين، يا رب العالمين. انا ما عنديش الا كلمه واحده بس، قال صلى الله عليه وسلم كلما خرج قرن قطع اكثر من 20 مره، وهذا طبعا الصوره تفهمك اكثر من حديثي لك. سمعت مرور ورانا ورانا يا رب. تمام والله، فيش ورع مسكره بالحلوه كيف يصير؟ والله ما في مشكله، هذه احنا قاعدين ومن اليوم والحمد لله نصت شبابنا الوطني من عند الله عز وجل داخل محور الهواري. والله بفضل الله ثم فضل الرجال، والله لو ما كان هذا لولا الرجال اظن ما كنا هنا في نفس المكان هذا، لكن الفضل لهم وفضل الشهداء وربي يحفظهم ان شاء الله وربي ينصرهم ان شاء الله، ونحن ما قاعدين هنا جايبين لنا سيارات الاسعاف نسهلوا لهم حركه السير من نفس المكان، وان شاء الله ربي يقدرنا. ربي يعافيكم ان شاء الله. السلام عليكم. دينك كيف الحال؟ تمام صح، ان شاء الله. اخبارك؟ بس عليك طيب. شنو حالك؟ الحمد لله. قول اليوم في الصلاه اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. اول شيء نترحموا على جميع الشهداء ونتمنى جرحى اخوتنا ان شاء الله اللي في المستشفيات في كليب. وهذه فرحه ان شاء الله باذن الله للشعب الليبي كله. ونقول لهم النصر قريب باذن الله، مع الحمد لله يعني اليوم تحررت
مصنع سمنت واستطعنا ان نتقدم تقدم كبير جدا، ولكن نتقدم بخطوات حثيثه، ونشكر الشعب الليبي على الصبر بتاعه وعلى تحمل اللي تحملنا، ودعاء هذا كله من دعاءنا والله، وكله من دعاءنا والله اكبر. هم اللي اعطونا الاستماته وهم اللي اعطونا الاستمرار في القتال بالرغم من قله الامكانيات، ولكن استطعنا ان ننتصر لان احنا معنا الله ونحن على الحق، ونحن نحارب على الارض على التراب، ما لناش نحارب في مطامع ولا من اجل اننا نتكون سلطه، نحن من اجل ليبيا بس. وان شاء الله ليبيا ويحفظك الله. والله اكبر الله اكبر ان شاء الله. طبعا مشاهدينا الكرام، ممكن اليوم صورتنا واضحه جدا، صوره رجالنا واضحه بصوره ابلغ من الكلام. شفنا مع بعضنا وسمعنا فرحه شبابنا اليوم، فرحه رجالنا من رجال الجيش الوطني، كل من هو اليوم تحت وطاه القياده العامه للقوات المسلحه. تحيه لكل شباب السلفيه، تحيه لكل شباب الصاعقه، لكل شباب الجيش الوطني، كل شباب الاسناد، كل من ساهم في تحرير محور الهواري. مصنع الاسمنتو موجود الحمد لله رب العالمين. هذه المقبره رحمه الله على كل من هو داخل المقبره، رحمه الله على كل شهدائنا، كل من قدم روحه من اجل هذه العصيه بنغازي. وبنغازي دائما شعارها بانها تحارب الارهاب نيابه عن العالم. بنغازي حيه لن تموت بفضل من؟ بفضل الله عز وجل اولا، وبفضل كل رجال المحاور. دائما نقول لامهاتنا، امهات الشهداء، عيال الشهداء، بنات الشهداء، زوجات الشهداء، دم ابنائك مراحش هباء، والله ترابها الوطن حامي. شبابنا اليوم ضحوا باعمارهم من اجل هالوطن. فما فيش حد فينا يزعل على اي حد استشهد داخل مدينه بنغازي وداخل محاور القتال، لان هذا باذن الله تعالى حيكون ذخر الكم في الجنه باذن الله تعالى. تحيه كبيره لكل شهيد، تحيه كبيره لكل مقاتل، تحيه كبيره لكل جريح، وتحيه كبرى للقياده العامه للقوات المسلحه. رب يحفظ ليبيا، ورب يحفظ بنغازي، رب يحفظ رجال الجيش الوطني والقوات المسلحه. من داخل محور الهواري كان معاكم جمال فارسي والمصور الرائع جمال فارسي، اخوك محمد شركس، حتى الملتقى في تحرير قادم باذن الله تعالى، وان شاء الله يا رب يكون تحرير جاي من داخل منطقه الصابري ومعظم شوارع العصيه بنغازي. ما تخافوش علي بنغازي وليبيا، لان فيها رجال الجيش الوطني كتبوا في التاريخ اسمائهم بدماء الشهداء. رب يحفظ بلادنا ويحفظ جيشنا ويحفظ كل احباب هذه العصيه. ورساله نوجهها لكل واحد يشكك في وطنية ليبيا الرسمية، ليبيا الرسمية من داخل المحور، ليبيا الرسمية من قلب الحدث، ليبيا الرسمية قناة الجيش والشرطة وبنغازي وليبيا، شاء من شاء وأبى من أبى، هذه هي الرسمية داخل المحور. تحياتي محمد شركس، ربي يحفظكم.